بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لما تم الحديث عنه سابقا في الوحدات السابقة في مادة أساسيات ريادة الأعمال، سنتحدث اليوم عن الوحدة الخامسة. تتحدث هذه الوحدة عن خيارات إنشاء المشاريع الريادية. هناك ثلاثة خيارات سيتم التطرق إليها. الخيار الأول هو البدء بمشروع جديد، الخيار الثاني هو شراء مشروع قائم، والخيار الثالث الذهاب إلى الامتياز التجاري. يتعين على رائد الأعمال دراسة عدد من الخيارات لإنشاء مشروعه التجاري، وعليه الإجابة على عدد من الأسئلة، ومن ضمن الأسئلة سؤال جوهري مهم، وهو: ما هو أفضل نموذج مشروع يمكن أن أبدأ به؟ على كل حال، المشروع الناجح هو الذي يلبي حاجة السوق ويشبع حاجيات العميل. عند التحدث عن الخيار الأول وهو البدء بمشروع جديد، يعني إنشاء مشروع جديد لا يوجد له تاريخ سابق. يحتوي هذا الخيار على عدد من نقاط القوة ونقاط الضعف. من أهم نقاط القوة لهذا الخيار أن لديك فرصة لإعداد دراسة تفصيلية متكاملة عن المشروع وتحديد جدوى ونسبة نجاحه قبل البدء بتنفيذه. يمكنك أيضا اختيار المشروع المتوافق مع إمكانياتك المالية والفنية، ويمكنك أيضا اختيار المشروع المتوافق مع خبراتك ومؤهلاتك ورغباتك. يمكنك أيضا اختيار الموقع الملائم للمشروع، فلا يوجد هناك تقييد كما سيتم التحدث عنه في الخيارين اللاحقة. يمكنك السيطرة أيضا على الجوانب والمواقف والمستجدات المتعلقة بالمشروع، ولديك الفرصة لاختيار المشروع الجديد الذي طالما خططت له وبحثت عنه. وفي نفس الوقت هناك بعض من نقاط الضعف، من أهمها أن هذا المشروع أو هذا الخيار يتطلب الكثير من الجهد والمزيد من الوقت، يتطلب تكاليف عالية لإجراء دراسات تفصيلية مسبقة قبل البدء بهذا المشروع تتضمن دراسة الجدوى وإلى آخره، يحتاج إلى فترة قد تكون طويلة لكي يبدأ بتحقيق الإيرادات المستهدفة، وقد يحتاج إلى قدر كبير من السيولة النقدية لتوفير الأموال الكافية، ويحتاج إلى تكلفة تأمين أيضا للموارد والإمدادات الفنية والمعلوماتية والبشرية المناسبة. قد لا تتوفر لدى رائد الأعمال الخبرة الكافية لمنع كل الأخطاء ومواجهة القيود والأزمات،